الحلو للفضل الأكبر على البلد. معلوم. وكيف وضع البلد هلا؟ مش منيح. ولمين الفضل؟ اوعى حدا منكم يكب على الثاني. الوضع اللي نحن فيه من وراكم كلكم، لأنه ما حدا بده يعترف بالثاني. وطالما كل واحد بده ينسب الفضل لإله، ما رح تعرفوا تبنوا شيء. لا بل بالعكس، يلي عمرتوه بيوم من الأيام رح ينهد عروسكم كلكم. دموزيل في يفوت على الحمام؟ لا. طيب فينا نغير المادة نفس الدرس من أول ما وصلت؟ مش عارفين حدا شو بدك بالضبط. فعلا هيك. لا الموضوع بطل لست فيلم وثائقي على البناية، صرنا أبعد بكثير. أنت مين؟ جاهد غندور. أشهر من نار على علن، بس السؤال شو هدفي؟ بمعنى شو جاي تعملي بالضبط؟ وعشو شايفة حالك؟ ديلو فرانشمان، مينك أنت؟ أنا بنت كان عمرها 8 سنين. وصلها بي على المدرسة الصبح، بس على الظهر ما أجا أخذها. نطرت على بوابة المدرسة. كرفاتي اجوا اهاليهم اخذوهم طلعوا بالاوتوكار. بقيت انا لحالي ناطره بيي. ما اجوا. وبعدني ناطرته لهلا. اختفى بالحرب. وقتها كنتوا علانين ببعضكم حضرتكم واللي مثلكم. انخطف على التذكره بالوقت اللي كان هو اكثر شخص بينادي بالعلمانيه وبدوله مدنيه. وكتر مثلي صار فيهم نفس الشيء. في ناس ما رجعوا اولادهم، بياتهم، زواجهم من ورا حرب ما وصلتنا لمطرح. ونحن عن جديد مستعدين باي لحظه نعيدها من ورا تفكيركم السخيف. عم بعمل هيدا الفيلم لفرش سطحيه نظرتنا لبعض. بتعرفوا انه الحمار الابرص اللي مقلم بالابيض بيكره زميله الحمار اللي مقلم بالاسود والعكس صحيح؟ لا تخنتيها، عم تشبهينا بالحمير؟ مش كلكم. اللي بيفكر مثلكم ايه واكثر كمان. لحقتي وشبهتينا، شبهينا بحمار فرنساوي. بس الابرص اللي هون هو اللي خرب الدنيا، والابرص اللي هون هو اللي نزع البلد. روح شوف ابرص اليونانيه ما عليها. شو حبيبي؟ ليش انت شايف ابرص الثاني؟ من اسفل ما خلق الله. اليونانيه اصبط انا اعملها. وينك وين يا زلمه؟ معلش خي عمر، انت وينك وين؟ ابرص يوناني؟ ابرص ناس تكون ثلاثة اقسام ليمشي حالها. ما فيهاش جبل، كيف بده يمشي حالها؟ على تل ست امتار. جنوب ابرص بياخذ العقل وضحية اي نبة احلى واحلى. مخيمات شريهات على البحر، هنيك حلو اللجوء. لازم نعمل مثلهم. قاصمينا ولا كيف مرتاحين؟ مرتاحين صوب هون تلميل بالوين. مين قال لك يا حبيبي؟ انا عامل لك الحضارة صوبان. لا الحضارة صوبان. لا حضارة ولا تل الخبر كرمال ولا وقلب الصباح الشمال. لا 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 ل